مساء الخير. بدأنا سلسلة جديدة عن الأوهام بنوهم نفسنا بيها وهي مش حقيقية وملهاش أساس، لكن مبنية بنسبة كبيرة على مفاهيم غلط. ومن أكتر الأمور اللي بتعمل لنا لخبطة في حياتنا هي موضوع المفاهيم. حاجات كتيرة متعايشين بيها ومسلمين بيها وما بنفكرش نواجهها أصلا، لأننا مش متخيلين إن فيها مشكلة من أساس. من المفاهيم دي مفهومنا عن الكرامة وعن عزة النفس وعن الإيجو أو الأنا والكبر وتقدير الذات، والحيرة ما بين إنك تكون إنسان حساس معتز بنفسك وبين إن تبقى حساسيتك مفرطة فتعتقد إن كل حاجة تمس كرامتك، فبنتعامل بحساسية مبالغ فيها تحت شعار معتز بنفسي وبكرامتي، فبتخسر فرص وبتخسر ناس، لأن تحت الإطار ده بتحصن نفسك لأنك خايف من أقل حاجة تمس كرامتك، فبتتعامل بقسوة ومظاهر كبر وإيجو عالي قوي وإنت مش مدرك ده. وفي صنف تاني دايس على كرامته علشان يوصل لمصلحته، وفي الحالتين الموضوع مؤذي نفسيا، وفي الحالتين مش هي دي الكرامة ولا هي دي العزة وتقدير الذات، كل دي أوهام بس بنعلي الإيجو بتاعنا اللي هي الأنا اللي جوانا ونحولها من كرامة لكبر وحساسية مفرطة. وكل ده ومش شرط أبدا يبقى مقصود، بالعكس ده تحت شعار الشخصية الحساسة المعتزة بنفسها. خلينا نبدأ ونقول هي إيه المفهوم الحقيقي للكرامة وإيه حدودها وأبعادها، والجمل الشائعة اللي بنقولها مفيش كرامة بين الزوجين، أو أنا مطالبش حاجة من حد أو مطلبش حاجة من حد، وأقل إساءة تحصل لك تاخدها على كرامتك. كل المعاني دي حقيقتها إيه وأبعادها إيه؟ أصل الموضوع وبدايته خالص إن في قرار ربنا أقر بيه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني الأصل إن تركيبتك اللي اتخلقت بيها إنك مكرم، دي حاجة وحصلت خلاص، وتبعيات التكريم زي ما ربنا وضح لنا في الآية إنك بترزق وإن ربنا فضلك على مخلوقات الله جميعا. فإدراك المعنى ده مبدئيا عليه عامل كبير قوي في تأسيس مفاهيمك عن الكرامة. يعني كده كده أنا مكرم من عند ربنا، طب إيه اللي بيخلي كرامتي تتهان؟ يعني لما حد يشتمني، لما حد يتعامل بطريقة فيها إهانة، حد يعلي صوته، حد بيضرب، حد بيتجاوز، كل ده ما يهينش كرامتي؟ لا ما يهينهاش، دي مواقف لازم تضايق وتسبب غضب، ده طبيعي، والغضب غريزة في الإنسان بالفطرة علشان يغضب لدينه ولعرضه مش لأهوائه، فده اسمه غضب نتيجة الفعل ورد فعل. طيب فين وضع الكرامة هنا؟ الحقيقة إن الكرامة مش ده اللي يهينها أبدا، ودي فكرة مهمة إنها تتعدل أو نعدلها ونظبطها، لأنك في كل موقف غضب بتتعرض له تعتقد إن كرامتك اتمست، فده وقع عليك حاجة تانية خالص غير الغضب، لأن الكرامة عند الإنسان هي منبع هويته، إحساسه بذاته بوجوده وبضعه، ودي الأساسات. فطبيعي لما تحس إن في كل المواقف دي حد بيمس الأساسات بتاعتك يبقى ده مردوده عليك مدمر، غير مردود الغضب العادي والزعل. فإدراكك إن الأساسات محفوظة بقرار من ربنا ده هيفرق معاك كتير قوي. ولقد كرمنا بني آدم، في حاجة واحدة بس هي اللي بتهين كرامتك وربنا اتكلم عنها، ومن يهن الله فما له من مكرم. اللي بيستهين بالله وبقدراته وبقوانينه بيفقد التكريم ده، فاستهانتك بقوانين الله وعدم اتباعها هي المقياس إن عندك كرامة ولا لأ. فالكرامة دي مفهوم كبير مش بيروح وبيجي بإساءة حد ليك أو عدم إساءته. فكونك مدرك لقدر الله وصفاته وقوانينه ومستعين باسم الله العزيز، كل ده بيحسن كرامتك وأساساتك حتى ولو تعرضت لأي إساءات. دي قاعدة مهمة قوي تبني عليها أفكارك ومفاهيمك. في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، اطلبوا حوائجكم بعزة فإن الأمور تجري بمقادير. معناه إيه الحديث ده؟ ما احنا اتفقنا إن كده كده الإنسان مكرم، فإزاي ممكن أنتقص من عزتي وكرامتي في طلب الحوائج؟ في ناس زي ما قلنا في الأول بتدوس على كرامتها علشان مصلحتها، إزاي ونفرق إزاي؟ دول بيحطوا نفسهم في دايرة ومن يهن الله فما له من مكرم. بيحصل ده لما تعتبر إن الأشخاص هي اللي بترزقك مش ربنا، وإن سعيك بأي طريقة هو اللي هيوصلك للنتيجة مش ربنا. ما بتتعاملش إن الله أكبر دي خالص، تتعامل إن احتياجاتك أكبر والوسائل لتحقيقها أكبر بكتير. فالنتيجة زي ما ربنا قال لنا ما له من مكرم، عايش مذلول تحت رحمة بني أدمين، تعلق بيهم وبالنتائج تعلق سلبي، سعيك فوق قدراتك ومش شايف في ربنا. الحالة دي الرسول اتكلم عنها، قال لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق. كده خلاص عرفت إن كرامتك وعزتك متصانة في كل الأحوال طالما مرجعيتك ربنا وقوانينه واستعانتك مصدرها ربنا،
وربنا أكد ده في آية تانية: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ربنا ربط العزة بالكلام الطيب وبالعمل الصالح لله وبس. تيجي أنت بقى في كل مواقف حياتك مسيطر عليك حساسية مفرطة في أغلب تعاملاتك وفي توقعاتك واستنتاجاتك، في طلباتك، في كل تفاصيلك. يمكن تتكسف تطلب حقوقك علشان كرامتي، ما بحبش أطلب من حد. أي كلمة تفكر فيها وتحللها، كان قصده إيه؟ كده جرحني وقلل مني. حد معدي بعربية وشتم فدمك يفور لأنه أهانك، وماشي بتاخد في مواقف ومتأثر طول الوقت. كل ده راجع لحاجة واحدة: الأنا، الإيجو اللي جواك معليه قوي، وهنا بنسميه دي بذرة الكبر مش الكرامة. لأن باختصار الكرامة مرجعيتها ربنا، والكبر مرجعيته هوى نفسك والإيجو، وبنتدارى ورا كل ده تحت شعار أصل أنا حساس، نفسي عزيزة عليا. فخلينا نتعرف على الشخصية الحساسة الموزونة. حساس يعني زي ما الرسول قال: اطلبوا حوائجكم بعزة. فكونك مستعين بربنا هتبقى حساس في تعاملاتك مع البشر، عارف بتطلب ايه وبتطلب امتى وازاي، بتحترم الخصوصيات والمسافات، مش فضولي، مش عايز اكتر من حقك، مش هتموت على حاجة وتذل نفسك عليها، بتعرف تحس باللي قدامك وتتعامل بتوازن. ده بيتظبط بس لما تتعرف على ربنا وقدراته، فتعرف ان في ظهرك الله اكبر واعظم من كل شخص واحتياج. سيدنا يوسف طلب من عزيز مصر وظيفة واختارها وما اتحركش، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. هنا سيدنا يوسف ما تكسفش، ما تعملش بحساسية وخوف من الرفض، بالعكس هو مقدر نفسه بمنتهى القوة والثقة بالنفس، لأنه عارف إن القرار بإيد ربنا. فهنا سؤال مهم: إمتى تعرف أنا كده بهين نفسي أوقف سعي، ولا أنا قادر ومتقدر صح وأكمل سعي؟ تفضل تسعى سواء بتطلب أو بترفض أو بتحاول كتير طول ما أنت محقق حاجتين مهمين جدا. أول حاجة بتعمل ده واليقين جواك إن ربنا اللي بيرزق مش اللي بتسعى عنده. تاني حاجة طول ما أنت مستوعب معنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مركزيتك إيه في السعي؟ ربنا ولا هواك؟ وتاني حاجة قدراتك هي إيه وآخرها إيه؟ هم دول مقياسك. لو اتهزوا دول فوقف سعي لحد ما تتوازن بمعاني وذكر لا إله إلا الله، وبعد كده ترجع تحاول تاني. كل ده بالتدريب ومع الوقت بيخليك في الرحلة دي بتتعرف وبتفهم وعمال تتعلم تفاصيل عن ربنا والدنيا وعن نفسك والبشر. العلم ده بيعمل حاجة مهمة قوي، بيزود ثقتك بنفسك، لأن منبع وأصل الثقة بالنفس هي الثقة بالله. كل ما وثقت بالله وثقت بنفسك، كبرت ربنا جواك وصغرت حجم الناس جواك. ثقتك بنفسك دي بتوازن لك كل المفاهيم دي، لأن لو ثقتك مهزوزة فده معناه إنك بتستعين وبتستمد مستوى ثقتك وتقديرك من نفسك مش من ربنا، بتلجأ لقدراتك أنت وقوتك أنت ومظهرك أنت ومجزياتك أنت، فتقوم تعمل إيه؟ تعلي الأنا وتقويها أكتر وأكتر، فتدخل في دايرة الكبر واللي هي مصدرها واعتمادك فيها على نفسك وبس. فحاجة من الاتنين بقى بتحصل وقتها: يا بتقويها قوي وتعتمد على قوة الأنا وتتبع سياسة فرعون أنا ربكم الأعلى، يا ما تعرفش تقويها أصلا فتبقى مخزول ومش واثق من نفسك ومهزوز. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا. المفاهيم دي هتوازن لك حياتك وعلاقاتك وقراراتك، هتحسسك بقيمة نفسك الحقيقية وقدراتها، هتخلصك من أوهام الكرامة والحساسية المفرطة، هتحس برضا وبأمان إن محدش يقدر يمس كرامتك وربنا حافظها، هتبقى مؤمن قوي بتواجه وبتسعى صح ومفيش حاجة تكسرك بسهولة، وهتطالب بحقوقك وهترتاح قوي من تحليل وتفكير وظنون ملهاش أساس، وهتعرف تطبق ادفع بالتي هي أحسن، وتبدأ بالحسنة وانت حاسس بعزة مش إن كرامتك اتهانت، وتقدر تطبق وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هتقدر تتجاهل الإساءة لو جاية من جاهل بالمبادئ والأصول، تعرف تفرق بين الضعف والحساسية وبين الثقة بالنفس والكبر. لما تتغير المفاهيم ونعرف أصلها ونتخلص من الأوهام دي بنعرف نستخدمها صح، فتفيدنا وتعيننا في الحياة. ونفتكر دايما: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. جميعا يعني كلها من ربنا وبس، ملهاش سكة تانية العزة. هنتكلم بالتفصيل عن وهم الكبر مع ضيفنا الشيخ محمد إبراهيم من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. احنا مكملين في سلسله حلقاتنا اللي ابتديناها امبارح عن فكره الاوهام، والنهارده وهم الكرامه هنتكلم فيه مع الشيخ محمد ابراهيم من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا يا شيخ محمد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اهلا بحضرتك. لما نيجي نتكلم عن الاوهام وبنتكلم النهارده عن وهم الكرامه، ان كتير جدا بنعتقد ان كل حاجه لان دي بتمس كرامتي، فخلينا نشوف اصل معنى الكرامه وعزه النفس في الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ربنا ونصلي ونسلم على حبيبنا سيدنا محمد معلمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الموضوع قديم حديث، وهذا الموضوع هو يعني إن صح التعبير كالنقود التي نتعامل بها، كالأواني التي نستخدمها، يعني موضوع مستخدم وموضوع يمس كل منا. وأحيانا كما تفضلتم في المقدمة الإنسان يفهم الكرامة فهما خاطئا. وعندما نتكلم عن الكرامة والتكريم فإنما نستهل بما قاله الله عز وجل وبما قرره في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، صدق الله العظيم. هذا التكريم تلقائي في الإنسان، عندما خلق الله الإنسان من سلالة من طين أبانا آدم عليه السلام، وخلقه بيديه ونفق فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة وصوره فأحسن صورته وأعطاه من التكريم والتعظيم ما لم يعطي مخلوقا آخر في الغالب. فالكرامة والتكريم موجودة في الإنسان من حيث هو إنسان، من حيث هو آدمي، تزيد وتنقص مع الظروف والأحوال، تزيد وتنقص مع المفهوم. إن كان الإنسان يفهم الكرامة فهما صحيحا فلا يوجد من يقلل من كرامة إنسان كرمه الله. قد تختلف المعاملات والتعاملات والأحداث والأزمات والظروف والمواقف، ممكن إنسان يوضع في موقف صعب جدا جدا فيلقى إليه ظلم ضربا وشتما وإهدارا لحقه وما إلى ذلك، لكن تبقى الكرامة الربانية في الإنسان مهما حدث ومهما حصل. فالله تعالى كرم بني آدم، سبحان الله. الآيات القرآنية لما يكون في شأن عام يتكلم الله عز وجل بخطاب يا أيها الناس أو يا بني آدم، من ضمن هذه الأمور العمومية الشمولية ولقد كرمنا بني آدم، كل بني آدم، يعني ويقصد كل بني آدم كرمه الله عز وجل. كرمه في قامته وقيمته، في وجهه، في يديه، في قدميه، في هيئته، في طعامه، في شرابه. كرمه عندما يولد من طريق شرعي طاهر مطهر كريم. كرمه عندما يجعل رزقه من الطيبات ولا يجعله كالهوام والحشرات والحيوانات عزكم الله. كرمه عندما يأكل بيده ويلتقم لقيماته ويشرب ماءه بيده إلى فيه، لكن الحيوانات أعزكم الله والحشرات والهوام والزواحف يعني الإنسان مكرم، مكرم بالعقل، يعني العقل كمان من أعلى درجات تكريم. هذا بجوار لسه الكلام هيجي، العقل ده والتكليف. التكليف تشريف. ما انا لسه كنت هسال حضرتك، بس حضرتك جاوبت على نص السؤال. آليات التكريم. حضرتك. آليات التكريم. يعني ايه اللي خلى الانسان في المكانه العاليه دي؟ هو انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. هذا التكليف لا ياتي الا اذا اتى من الله، لا ياتي الا لذي قدر
لذي قيمة. أنا لله المثل الأعلى، لما أحب في الهيئة بتاعتي وأنا برقص هيئة من الهيئات ومؤسسة من المؤسسات، وهناك أمور جسام أريد أن ألقيها على بعض الموظفين عندي أو بعض السادة الأفاضل اللي معاي، أتخير من أكلفه وأتخير من أحمله تبعة تنفيذ الأوامر والأحواطيات وإلى آخر. فالله تعالى فضلنا نحن البشر، نحن بني آدم، فضلنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، فهو محمول وليس حاملا، بمعنى أنه الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، أي من ما تركبون سيارات وطيارات وباخ إلى آخر إلى آخر. فجعل الإنسان محمولا وليس حاملا، وجعل الإنسان من الكون مخدوما، يعني قبل أن يخدم فهو مخدوم. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. لم يقل المولى لخلق من مخلوقاتي وسخر لكم إلا لبني آدم. والفقير اللي أنا بقول كلمة دايما في الخطب، يعني بقول الإنسان ده أكثر الكائنات والمخلوقات استهلاكا لنعم الله. يعني لما تجيب حضرتك السادة الملائكة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وتجيبي البشر وتجيبي الجن وتجيبي المخلوقات كلها، سخرت هذه الأكوان كلها لبني آدم سبحان الله، زرعا وضرعا وماء وأرضا وسماء وهواء، وكل سخر للإنسان، والإنسان له النصيب الأكبر ونصيب الأسد كما يقال في نعم الله عز وجل. هذا تكريم، هذا تكريم للإنسان. الله تبارك وتعالى، وكما قلنا في لقاءات سابقة، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، في أي صورة؟ شوف الخط الإنتاج الإلهي الرباني، وهذا هذه الأطوار في الخلقة تكريم، في كل خطوة في كل حركة أو سكينة فيها تكريم للإنسان من الله عز وجل. ما شاء الله، استهلال رائع على معاني التكريم يا شيخ محمد. طيب إيه اللي بيخلي في النهاية الإنسان من أبسط حاجة يقول لا ده داس على كرامتي، لا أنا كده ما أقبلش كله إلا كرامتي؟ المعنى ده جالنا منين؟ هذا معنى آخر خلقته الظروف التي يمر بها الإنسان، من ثقافة، من ثقافة، من نسبة فهم، من نسبة فكر. لكن عندما يكون سويا في فكره، معتدلا في فهمه، يفهم أنه حتى كما قلنا وأسلفنا، حتى ولو صدر عليه ظلم، صدر عليه ضرب، صدر عليه شتم، صدر في حقه إهدار لأي شيء، تبقى كرامته كإنسان ما دام إنسانا فهو ذو كرامة، ما ظلت إنسانيته فيه فكرامته موجودة فيه. لكن التعاملات والفهم الخاطئ زي ما حضرتك تفضلتي، إن نربط الأحداث بالكرامة، هو يجب على الإنسان أن تكون له عزة نفس وأنفة وكرامة واهتمام بالكرامة، اهتمام بمشاعره وبحقوقه. لكن إذا صدر ما يعكر الصف فليس معنى ذلك أن كرامته قد تبعثرت كما يقال، وأنه يعني أهين. لا، الإهانة الحقيقية كما تفضلت في المقدمة، ومن يهن الله فما له من فما مكرم، له من مكرم. الكرامة الحقيقية هي كرامة الله للإنسان. ما دي هنتكلم فيها بالتفصيل، بس معنا تليفون بعد إذن حضرتك. أستاذ محمد، الو. اهلا وسهلا استاذ محمد، اتفضل. اهلا حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضل. مساء الخير وعلى السلامة. اهلا. نعم، ما سمعتش حضرتك. بقول مساء الخير. مساء النور. اتفضل اتفضل يا استاذ محمد. زيد فضلك، كنت عايز استفسر، يعني اسال سيدنا الشيخ بخصوص معنى الزوج يحرم نفسه على زوجته، ايه حكمه دينيا؟ تمام، في اي استفسار تاني؟ بس كده. هي حضرتك هي برضو يعني كان في مشكلة عائلية كده، وانا هي حرمت نفسها عليا وانا حرمت نفسي عليها، فانا عايز اعرف. ثانية واحدة يا استاذ محمد، ثانية واحدة عشان لو شيخ محمد حابب يسأل حضرتك في حاجة.
تمام حضرتك تمام. سامع السؤال شيخ محمد، هو بيقول حكم ان زوج يحرم نفسه على زوجته وزوجة تحرم نفسها على زوجها بعد مشكلة، في اي سؤال حضرتك حابب تسأله؟ هذا امر فقهي، اذا اقسم الرجل لا يقربن زوجته، اذا حلف واقسم فله فرصة في 4 أشهر اللي هي مدة الإيلاء، هذا يسمى بالإيلاء، فإذا ما مضت مدة الإيلاء الأمر صعب جدا جدا جدا. فهو حرم نفسه إزاي؟ قال مثلا هي حرمت عليه، يبقى ده ظهار، يعني لو قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، يعني لو قال لزوجته هي محرمة علي أو هي عليه حرام، زي أمه زي أخته، مش عارف الكلام اللي إيه اللي إحنا بنسمعه من الناس، فده ظهار. أما إذا أقسم فهذا إله. أما إذا حرم نفسه بنفسه دون أن يقسم أو يحرم أيضا هذا حرام، لأنه يهجر زوجته أو لأنها تهجر زوجها، والهجر في المضاجع له في الفقه يعني حكمه وله تفصيلاته. فيعني إيه حرم على زوجته؟ يعني إيه؟ طيب شيخ محمد، هو إيه الفرق ما بين حضرتك قلت المظاهرة الظهار والإيلاء؟ إيه الفرق معلش؟ الظهار هو أن يحرم الآية الكريمة في سورة المجادلة أو المجادلة، ونزلت سورة بهذا في ستنا خولة بنت ثعلبة زوجة سيدنا أوس بن الصامت، أخي عبادة بن الصامت رضي الله عن الجميع، عندما ظهر منها وحرمها وذهبت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أوسا حرمني، فسيدنا صلى الله عليه وسلم قال لها لم ينزل علي شيء بهذا الأمر، قالت له يا رسول الله أنزل عليك كل شيء إلا هذه؟ سبحان الله سبحان الله، يعني ما فيش فايدة. وإذا وهم في وهي تجلس في بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن الكريم في حقها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى آخر الآيات. فجاء الحل، والذين يظاهرون منكم من النساء ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ثم بعد ذلك جاءت الآية إن أرادوا الرجوع فهناك الكفارة، إما أن يصوم 60 شهرين متتابعين دون إفطار، وإما أن يطعم 60 مسكينا أو يكسو 60 مسكينا. فده ظهار. أما الإيلاء فيحلف، يحلف بالله إنه لا يقربن زوجته، وده اسمه الإيلاء، واخد بال حضرتك؟ لكنه لو حرم دون إيلاء، دون أن يحلف أو دون أن يقول أنت علي كذا كذا كذا، من دون اللفظ ده وحرم منه النفس كده، ده اسمها هجر، هجر المضجع، وده برضه يحرم لأنه يحرم. طيب معلش، الإيلاء ليه كفارة؟ لا، الإيلاء ملوش كفارة. الظهار ليه كفارة؟ الإيلاء كفارة يمين ثم يرجع، لكن هو كإيلاء ملوش كفارة. لكن هو في النهاية قاله بشكل بسيط كده أنت حرام عليا، وهي لا أنت حرام عليا، يبقى ظاهرة. يبقى دي فيها كفارة 60 يوم. طالما نطق كلمة حرام بأي شكل من الأشكال يبقى ده ظهار. تمام. يطعم 60 مسكينا، وطبعا هو هي بقى الست عليها حاجة متتابعين. هو بيقول إن مراته كمان عملت كده وقالت كده، ده مراته ولا لا محل لها من الأعراف يعني القصة دي. هي ما تصومش ولا تكفر ولا حاجة. لا يعتبر كلامها، لأنها ليست بيدها العصمة. تمام. هي تقول حرمتك على نفسي ما حرمتكش، بتاع كلام يعني في الهجايز زي ما بيقول. تمام. تعالوا يا استاذ محمد، لو في تفاصيل تانية حضرتك ما وضحتهاش، دي الاجابه على العناوين الرئيسيه، لو في حاجه تانية بالتفصيل يا ريت حضرتك تلجأ في التليفون بتاع الفقير ويتواصل معنا. لا مانع ابدا، تليفونك والشيخ محمد تتواصل معاه بالتفصيل باذن الله. تسلم يا شيخ محمد، ربنا يبارك في حضرتك. معانا ام محمد، معانا الام ام احمد. أم أحمد أهلا وسهلا. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم أحمد، اتفضلي. عايزة أكلم فضيلة الشيخ لو سمحتي. مع حضرتك. اتفضلي اتفضلي يا فندم. لو سمحت، أنا جوزي رمى عليا اليمين 3 مرات، بس المرة كل مرة لوحدها. كل مرة لوحدها، فهل ليا رجعة؟ قال لك إيه في اليمين؟ هو ما كانش في وعي يعني. الشيخ محمد يعني إيه مش في وعيه يا أم أحمد؟ كان مش في وعيه إزاي؟
يعني كان غضبان يعني ولا كان ايه بالظبط؟ يعني هو كان زهقان زهقان قوي، فبيروح قايل الكلمه يقول لي روحي انت، يقول لي انت طالع. فرد اول مره رديني، والثاني مره خد حضرتك تليفون الفقير الى الله من الاعداد، وهحاول انا اكلم حضرته علشان افهم هو قال ايه ونوى ايه والقصه دي بالظبط. يا ام احمد سيبي تليفونك ان شاء الله وشيخ محمد او شيخ محمد يعني او اي حد من الافاضل بالظبط، يبقى في تواصل يعني علمائنا الاجلاء يتواصل مع حضرتها يعني. تمام، يكون حاضر. تمام ان شاء الله، لان المواضيع دي بتبقى محتاجه تفاصيل. اكيد تفاصيل، ان فيها النيه. ايوه، اولا مرتبطه بالنيه، وبعدين كلام كتير جدا، اللفظ الصريح ينوى عند الكنايات، اذهبي وانطلقي وحبلك على غاربك وروح البيت ابوك مش عايز اشوفك، غور من وشي، مش عارف الكلام اللي بيحصل ده ينوى، لكن يقول لها انت كذا، احنا الان بصدد يعني مشوار كبير بين السادة العلماء والسادة الفقهاء علشان نقول هل الطلاق عن طريق المأذون ولا الطلاق عن طريق من يطلق بفمه، وكلام كبير. وزملائنا الأفاضل في مجمع البحوث الإسلامية وفي هيئة كبار العلماء يبحثون ذلك جيدا، وإن شاء الله ربنا يصلح حال الناس ويسيبوا موضوع الطلاق ده وينسى موضوع الطلاق خالص يعني. يا ربي يكتب لنا الخير جميعا. ومن يهن الله فما له من مكرم، إيه المقصود بيها؟ ومن يهن الله، هنا المسألة بقى عقائدية دينية. يعني الآية الكريمة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، بعدها على طول ليه الآية دي جت؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم بنبيين، فمن أوتي كتابه بيمينه يوم القيامة لأنه اعتدل وآمن وأكرمه الله عز وجل وأحس بتكريم الله له واتبع شرع الله تعالى وعمل بما جاء في الكتاب والسنة، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الناحية الثانية، ومن كان في هذه أعمى، في الدنيا اللي احنا فيها أعمى، يعني مش أعمى آسف إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أعزكم الله وأحبكم، ومن كان في هذه أي في هذه الحياة أعمى عن شرع الله وأعمى عن تكريم الله له وأعمى عن نعم الله له وأعمى عن حمده وشكره لله وأعمى عن طاعته لله وعن إيمانه بالله ورسوله و فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يعني الطريق إلى النجاة وإلى الفوز طريق صعب، السبيل إلى الخروج من المأزق يكون صعبا جدا جدا. فما من يهن الله، يعني من يبعده الله تعالى عن رحمته والعياذ بالله، من يغضب عليه ربه، من لا يضعه ربه في تعداد ومصاف الصالحين، فلا كرامة له، لا يستطيع أحد أن يكرمه لأن الله تعالى أهانه، وأهانه الله لأنه أهان دين الله وشرع الله وأهان نفسه مع ربه تبارك وتعالى. تمام، فمن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. من يكرمه؟ من؟ سبحان الله. من يكرم من أهانه؟ دي الحالة الوحيدة اللي فيها فعلا فقدان للكرامة. لا، أيوة طبعا طبعا، دي الكرامة الدينية مش الكرامة الإنسانية. أنت كإنسان سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما رأينا في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سيرة أسيادنا خلفاء سيدنا رسول الله ولا أصحاب سيدنا رسول الله ولا التابعين ولا الفضلاء على مر العصور، ما رأينا أحدا يهدر كرامة أحد ولا يتعدى حدوده على أحد أبدا. وهنتكلم بعد التليفون إن شاء الله عن فكرة إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بيستقبل إزاي الإيذاء ده من غير ما يمس كرامته على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. معانا الأستاذة هبة. ألو، أهلا وسهلا أستاذة هبة، تفضلي. إزيك يا أستاذة فتاة، عاملة إيه؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. من فضلك لو سمحت كنت عايزة أسأل سؤال. أنا كان في بيزنس بيني وبين أخويا الله يرحمه، فلما هو توفى انا خليت ولاده مكانه، بس طبعا كنت انا اللي قايمه بالاداره كلها.
لكن كنت حساباتي مظبوطة ومخلياهم مكانه وبديهم كل حاجة. ففي فترة معينة كده حسيت ان انا قصرت في حسبة معينة ناحيتهم، فانا مش عايزة بصراحة اقول لهم ان انا قصرت في الموضوع ده معاهم، فعايزة ارد لهم حقهم من غير ما اقول لهم. فهل الذنب كده هيتشال من عليا؟ لان انا فعلا ما كنتش قصده، بس هي جت لخبطه معايا. وانت مش عايزه تقولي لهم ليه يا استاذه هبه؟ مش حابه تواجهيهم؟ مش عايزه يبقى في احراج ويحس ان عمتهم مثلا خدت حاجه مش من حقها، فمش عايزه اعمل حساسيه، انا عايزه ارد لهم حقهم من غير ما اقول. ايوه تمام، ربنا يبارك لك يا استاذه هبه. فالذنب ده هيتشال من عليا، وهل هرد باثر رجعي؟ هعمل ايه في الحسبه دي عشان ارجع لهم حقهم؟ تمام. السؤال الثاني بقى ان انا مثلا كنت نادره عايزه لما يحصل كذا هعمل حاجه معينه. فالاوكي مثلا هعمل اوكي، بس ما حصلش زي ما كانت في دماغي، فهل ممكن اقلل من الندر شويه، ولا اللي انا ندرته هو اللي انا اعمله مع ان الحاجه اللي في دماغي ما حصلتش برضه زي ما انا عايزه؟ تمام يا استاذه هبه، اولا شكرا ليكي والتحري والدقه في ان احنا نفهم فعلا التفاصيل ايه وايه الصح وايه الغلط. ربنا يعني يبارك فيك يا رب. سؤالها الاولاني، هي بتقول دلوقتي ان كان في بيزنس او معامله يعني شراكه ما بينها وما بين اخوها، وتوفى ودول ولاد اخوها، اكتشفت مع الوقت ان هي كانت غلطانه في حسابات معينه. فعايزه ترجع لهم الحسابات دي من غير ما تقول لهم هي عملت ايه او ان هي كانت غلطانه عشان ما يحصلش حساسيات. فهل كده يقع عليها الوزر؟ يعني أولا هو إرجاع الحق إلى أصحابه هذا يعني فضيلة عظيمة جدا، وعمل جيد وعمل يعني تساب عليه وتؤجر عليه، ولا ينتقص من قيمتها أبدا ولا من أمانتها، بالعكس ده هذا يقوي أنها أمينة ويقوي أنها يعني ذات ضمير حي وذات إحساس راقي وإنسانة تراقب ربها. هي أنا فاهمة من قصدها يا شيخ محمد إن هي مش إن وجدت عايزة الزنون تدخل. إن وجدت حساسية ما ووجدت يعني ده هيسبب مشاكل، لا مانع أن ترجع لهم حقوقهم بطريق يعني من غير ما تبشرهم، يعني من غير ما تقول. لا شيء فيه، مفيش مشكله، ويبقى سقط الحق من عليهم من غير لا شيء فيه. تمام. طيب سؤالها الثاني، النذر كانت هي فكره الندور ان انا نذرت حاجه او نذرت حاجه وبعدين هي قالت ما اتحققتش بالظبط، فهل تنتقص بقى تقلل من النذر ده ولا ايه؟ هو النذر اولا يعني بعض الفقهاء كره النذر، هذا مكروه النذر. مكروه ليه يا شيخ محمد؟ مكروه لانه في اشتراط يعني على ربنا، انت في يعني لو عملت لي كذا هدي كذا او اقول حد يتاذى مني، يعني في سوء ادب مع الله، يعني في سوء حتى يعني تعامل مع الله عز وجل. لان اعطيتني لا ما يعني مش، فان وقع فان استطاعت ان تؤدي فلتؤدي النذر، وان لم تستطع تكفر كفاره يمين. كفارة يمين اللي هي ايه بالظبط؟ اللي هو الصوم 3 أيام أو تطعم 10 مساكين. حتى لو قللت من القيمة اللي كانت فرضاها، يعني هي هتدفعه لكن هي هتقلل القيمة. هي ألزمت نفسها بحاجة معينة، ألزمت نفسها، هي الشرع لم يلزمها. وما فيش حاجة في الشرع بيقول لك انذروا. لا ما فيش حاجة كده. طب أمال الشرع ازاي عمل لها علاج ليها أو عقاب ليها؟ يعني جت منين يعني فكرة الكفارة؟ فعلا بهذا المفهوم، فإن الناذر إن استطاع أن يوفي فليوفي فيما يرضي الله وفي المشروع، يعني ما واحد ما ينذرش نذر خطأ ويقول لك هنفذ، لا طبعا. واخد بال حضرتك؟ وإن لم يستطع كأنه حلفان، فعليه كفارة يمين والموضوع كأنه انتهى، كأنه كان حلفان عادي وبتكفر عنه. تمام، شكرا يا شيخ محمد. احنا هنطلع فاصل ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم، كاملين في موضوعنا عن مفهوم وهم الكرامه. شيخ محمد، الرسول عليه الصلاه والسلام مفهوم الكرامه عند الرسول، يعني كان بيتعرض لايذاء كتير جدا، فمفهوم الكرامه عند الرسول ايه عليه الصلاه والسلام؟ صلى الله عليه وسلم، مفهوم الكرامه عند سيدنا صلى الله عليه وسلم مستنبط وماخوذ من القران الكريم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
فيما يعامل به عباد الله. بالنسبة لشخصيته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهين أحدا، لا خادما ولا كبيرا ولا صغيرا، يحترم كل الناس ويقدر كل الناس ويراعي الإنسانية والآدمية في كل الناس، ويراعي إرادة الله في كل الكائنات والمخلوقات. عندما أوذي صلى الله عليه وسلم بصفة شخصية، تحمل من الأذى ما لم يتحمله أحد. ولذلك السادة الأفاضل أسيادنا الرسل، سيدنا نوح عليه السلام، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أولو العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إيه أولو العزم؟ هؤلاء الذين تحملوا من أقوامهم ما لم يتحمله غيرهم من السادة الرسل والأنبياء. يعني معنى المعنى البشري في انها بتمس كرامتهم، المعنى ده كانوا بينظروا له ازاي؟ لا الكرامة لا تمس. الكرامة موجودة. قد يهينني شخص عزكم الله، وقد يشتمني، وقد يسلب حقي. هو أخذ حقا أو تكلم ونطق لفظا، لكني أظل كما أنا بكرامتي. بكرامتي. هو جرح إحساسي ربما، هو يعني أحزنني ربما، لكن الكرامة موجودة. طب الغضب بيبقى مرجعيته إيه يا شيخ محمد؟ الغضب ده ما سيدنا صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل، أوصني قال لو لا تغضب 3 مرات. لأن الغضب عبارة عن جمرة من النار في جوف الإنسان، وإذا ما غضب الإنسان تضاربت آراؤه واختلفت قراراته وتغير صوابه ونطق بما لا يليق. طب لو طبقناها على أمثلة في الحياة، يعني كان لسه كنا بنتكلم في ملف الزواج الأسبوعين اللي فاتوا، فمواقف كتيرة وكان المشايخ بيحكونا عن وقت حاجات بتوصل لطلاق بسبب فكرة إهانة الكرامة. يعني مش عارفة، كان لسه آخر موقف كانت زوجة رمت هدوم وحاجات على الأرض، فقام جوزها قال أنت كده هنتي كرامتي فتتطلقي. فالمعاني دي بقى، حد مثلا كسر إشارة على حد فقام شتم من الإزازة العربية. احنا بنتكلم في الكرامة من حيث هي كرامة لا تهان، موجودة. الحاجات يعني دي بقى إن ودوني مطرح ما يودوني، يمسحوا بيها الأرض، برضو إنسانيتي فيه وكرامتي موجودة، وكرامتي موجودة. لكن أساءوا إلي، أخذوا حقي، تلفظوا في حقي بألفاظ نابية، تصرفوا تصرفات غير منطقية وغير سوية، كل هذا ضرر لحق بي، ضرر. لكن ككرامة، ككرامة كإنسان، أنا بإنسانياتي وبآدمياتي. وبعدين المسائل بين الرجل وزوجته الحقيقة يعني مش دي عايزة بقى، يعني ما احنا عملنا لها ملف، وبيقولوا بين الراجل والست مفيش كرامة. هو ليه الناس قالوا ده؟ ليه اجدادنا ما شوف حضرتك والسادة الافاضل المشاهدين المتابعين بارك الله فيكم، الامثله بتاعت اجدادنا وجداتنا وخالاتنا وعماتنا، الناس دي بتقول حكم. ايوه، بيقول ما فيش كرامه بين الرجل. يعني ايه؟ يعني ان الرجل زوج، وان المراه زوجه، وان بينهما الموده والرحمه، وان بينهما احل الله ما كان محرما قبل الميثاق الغليظ. ونظره من الرجل الى زوجته، ونظره من الزوجه الى زوجها، تذيب جبالا من الثلوج. فادي المعنى. يعني ممكن، ولذلك حضرة سيدنا النبي رعى هذا، وانه الانسان ما يهنهاش، ربما يعني اهانها بالنهار وعانقها ليلا. فهي الزوجة والزوج دول قصة تانية خالص. ده عندنا في بلدنا يقولوا مثل في الصعيد في الغرزات، عندنا يقولوا الراجل ومراته زي الجبر وفعايله. يعني كما يحاسب الإنسان في القبر، ما حدش يعرف حاجة عنه، الراجل والست بتاعته في بيتهم في سرية بينهم. مش معنى كده أن الراجل يهين زوجته أو الزوجة تهين زوجها، على حس أن ما فيش كرامة. لا 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 لا، ليس هذا أبدا. والزواج ده شيء راقي،
احنا ليه بنتكلم وبناكد على الفرق ما بين الكرامه والغضب؟ يعني حضرتك قلت ان دي ممكن بتعمل اذيه نفسيه، دي غضب ممكن لما عقليه الانسان ممكن بيترجم قد المعنى، قد يطلبوا فلوسي، قد يطلبوا منصبي، قد يضيع عليا وظيفه، قد الى اخر. مش بنمنع خالص ان الفعل مؤذي، لكن فرق كبير من مردود الاذى ده في العقل لما نيجي نفكر ان ده كرامتي واتداس عليا، عن ان انا اتضايقت من الفعل ده فيبقى في غضب، فنشوف نتعامل ازاي مع الغضب. فده الفرق. لما نيجي ربنا قال من كان يريد العزه فلله العزه جميعا، كلمه جميعا هنا بقى ايه المقصود هو بيها؟ معنى دي ترجع بقى، عايز القرآن يريد ان يناقش مسألة العزة. أيوة. يعني انت تريد العزة فعزتك في عزة الله لك. هو في فرق بين العزة والكرامة؟ هو قد يلتقيان، يعني هو تشابه الفاظ او اختلاف الفاظ مصطلحات، لكن اللفظان متقاربان، عزة النفس والكرامة النفس، كله موجود، هو نفس المعنى. تمام. فمن كان يريد العزة العلو والرقي والكرامة والتكريم والفوز والنجاة والنجاح، من كان يريد الحياة الدنيوية الآمنة الهادئة السالمة السليمة والحياة الأخروية المنعمة المكرمة، فأدلنا الله عز وجل فلله العزة جميعا. وقد يقصد من كان يريد العزة بالنفس والتكبر، لا، الكبرياء لله والعزة لله والعظمة لله، والله أكبر. شيء من حاجة من المفارقات اللي المسلم بيتوه عنها. الصلاة تبدأ الله أكبر، راكعا الله أكبر، قائما منك الله أكبر، ساجدا الله أكبر. ولذلك حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض أحاديثه: سبحان الله في الميزان أثقل من جبل أحد وأعظم، والحمد لله كذلك، والله أكبر كذلك. أما الواحد يقول الله أكبر كأنه وضع جبل أحد من الحسنات في ميزان الحسنات. صح، فبيتغير نظرتنا لكل حاجة. ضيفنا على حضرتك، الله أكبر، كلما الإنسان بص على حاجة كبيرة الله أكبر، حاجة عظيمة الله أعظم، حاجة كريمة الله أكرم، حاجة فضيلة الله أكبر. فمش هيتأثر بالشكل المبالغ فيه ده فلان أزين. احنا بنتكلم في المؤمن الذي يتعامل بإيمانه مع ربه. أيوة. لكن احنا في مجتمع أصبح في فجوة بينه وبين فهم الدين، الفهم الصحيح. عشان كده بنحاول نسعى ان احنا نصحح المفاهيم دي عشان نعرف نعيش. مفهوم الصح انك ان صلتكم بالله، والله انا بقول كلمة احيانا وانا على المنبر بسيب الخطبة خالص واقول كده، والله ما حد هيستحملك غير ربنا، سبحان وما الله، وما حد هيحل مشاكلك غير ربنا، وما حدش هيؤنسك في حياتك الأنس المطلوب ويكون معك كما ينبغي غير ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. تكملة الآية يا شيخ محمد: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. إيه العلاقة ما بين العزة والكلم الطيب؟ كلام كتير جدا وكلام كتير جدا وعوض الضمير على يرفعه إيه وإيه، لكن في موجب ما نتكلم فيه. أيوة. إليه تبارك وتعالى يصعد الكلم الطيب، هذا يعطينا يعني مؤشرا ودليلا ونصحا ونصيحة أن الله تعالى لا يرفع إليه في صحيفة الأعمال إلا الأعمال الصالحة، فإليه يصعد الكلم الطيب من ذكر وتسبيح وحمد وصلاة وصلوات على سيدنا رسول الله واستغفار وقراءة القرآن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والعمل الصالح يرفعه. مين يرفعه؟ هل الكلم الطيب اللي يرفع العمل الصالح، أم المولى هو الذي يرفعه في كلام ولغويات علاقتهم بالعزة؟ إنها هي جاية اتباعا لكلمات العزة، ومن كان يريد العزة من اعتز بالله ما زل. احنا بنقول اهو، بنقول محدش هيقدر يحقق لك أمالك وأهدافك غير ربنا، ومحدش هيستحمل تقاعسك وتكاسلك وآسف وحاجات كتير بلاش أقولها غير ربنا سبحانه وتعالى. ودول مربوطين بالكلام الطيب والعمل الصالح. الله يفتح لحضرتك. سلوكيات الإنسان. فكون مع الله. هو انت يعني بيعدي يوم، اعزكم الله، اسمحي لي. أيوة. اعزكم الله، يعدي يوم ما تقولش لا اله الا الله، يعدي يوم ما تصليش ركعه، يعدي يوم ما تستغفرش، يعدي يوم كامل 24 ساعه يا شيخ وانت قاطع الصله بالله عز وجل، قافل التليفون ومقطع الاسلاك وبعيد عن ربنا، وبعدين عايز تاكل وتشرب وتتفسح وتتبغدد وحاجه كده في خيرات الله، شيء صعب.
شيء صعب. يعني طيب احنا السلامة والعافية يا رب يا رب. احنا لما نيجي نتكلم عن السؤال، يعني فكرة السؤال المسألة، يعني ربنا لما اتكلم عن الفقراء قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا نوع من أنواع تعريف الكرامة. أيوة. وعزة النفس اللي هي العفة. العفة، الرقي بالإنسان، بإنسانية الإنسان، الرقي بنفسه. فهو لا مانع إن احتاج أن يسأل، لا مانع إن احتاج أن يسأل. أيوة. لكن إن لم يحتاج لا يسأل، فإن المسألة تأتي نكتة سوداء في وجه السائل بغير حق يوم القيامة والعياذ يعني بالله. يعني إيه المقصود بإلحافا؟ لا يسألون الناس إلحافا، يعني حاجة وإلحاحا عليهم وهم في غير حاجة فيسألون الناس. وزي ما بنقول آسف بالبلد، عمال على بطال. واخد بال حضرتك؟ واحد قاعد مش عارف فين، مادد ايده 24 ساعة ولا 12 ساعة وردية مادد ايده علشان مش عارف ايه، وعلشان جماعة ورا منه يروحوا يلمين الغلة اخر اليوم. أيوه. شيء حتى هم آسف بهذا المنطق اهدروا عزة النفس. هي دي الرسول عليه السلام قال فيها اطلبوا حوائجكم بعزة الانفس فان الامور تجري بعزة النفس. مع ان هذا الحديث ضعيف لكنه في فضائل الاعمال مطلوب. ايوه، يعني هذا الحديث ضعفه بعض العلماء. لكن عزة النفس مطلوبة في كل شيء. عزة النفس اللي هي ايه؟ الاهتمام بكرامة الانسان وآدمية الآدمي وإنسانية الإنسان. هي ممكن يا شيخ محمد عشان نوضحها، لأن احنا قلنا إن كرامة الإنسان لا تمس، فمنين إن أنا كرامتي لا تمس وأنا مكرم، ومنين إن أنا هنتقص لما أجي أطلب من حد حاجة؟ فهل ممكن هنا نشرحها بفكرة عدم التعلق بغير الله؟ يعني أنا بطلب لكن في شروط للطلب. يعني هو إن أنا شايف إن الرزاق ربنا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيوه. لكن أنا لا مانع أبداً إن كان لي مصلحة عند أحد أطلبها. أيوة. لا مانع، بس مش وانا معتقد فيه، معتقد في ربنا. طبعا ده الاساس بقى، ده الفيصل. هو المفروض قبل ما يطلع اي حد مننا، قبل ما اول ما يصحى من النوم يذكر الله ويحمد الله الذي احياه بعد ان اماته والهمه ذكره واليه النشور. ثم بعد ذلك قبل ما يتحرك من شقته أو بيته أو سكنه، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو احنا بنقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، هي دي بسيطة بسيطة. أيوة. أي حد فينا مرجعيتنا ربنا في كل خطوة، أي تحرك بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. والله يا جماعة أنا لما بفتح التلاجة بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، الله أكبر، اللي هو ربنا. نذكر ربنا حتى في السؤال، حتى على في الاحتياج. تمام. حضرتك التعود. واحد بقول لحضرتك يمضي يوم وأسبوع وشهر وهو لا يذكر، كيف؟ أيوة. كيف انت نسيت المولى عز وجل؟ ازاي؟ ايوه. هو يا شيخ محمد ربنا يبارك في حضرتك، هو وقت البرنامج خلص، لكن الله السلامة والعافية. هي فعلا معاني مهمه، وحضرتك قلت يعني فعلا الخلاصه ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالكرامه دي بالتقوى وبالسعي. نعم. ان احنا نقي نفسنا. نعم. بقوانين الله. نفع الله. شكرا جدا لحضرتك يا شيخ محمد، ربنا يبارك في حضرتك. شكرا جدا لحضرتك، اشوفكم بكره على خير.